I am Ala Dargham. I support female cause. I support female cause. بعتبر أنه تصنيع المرأة هو نوع من أنواع العنف الممارس على المرأة. من خلال فيميل هالجمعية يلي عم تعطي تميز كتير كبير اليوم بوقتنا الحالي. في أنا رح حكي شوي غير شوي بالاسم. في ميل، هل عنا نحن ميل على تصحيح مسار؟ أنا بالنسبة لي عندي هيدا الميل، إنه نحن نقول لا لاستخدام المرأة كسلعة. I support the female schools. You should support too. مش بالتسلية منتجك بتبيع. I support females campaign. I support female cause. We support females cause. I fully support females cause. A female is not a body, she's a brain. أنا بدعم قضية female. I support females cause. I support females cause. I support females cause. I'm a female and I support females cause. بالنسبة لاستعمال المرأة بالإعلانات، بدول انه كمان وجودها بالاعلان محبب جدا، بس ما يكون مبتذل، يعني اهم شيء توصل رساله جديه. يعني اكيد جمالها ضروري بالاعلان، بس بذات الوقت يكون في رساله ما تكون بوضع مبتذل. فهيدي هي، وانا اكيد اي سبورت فيميل كوزز، اي سبورت فيميلز كوز، ويعني بقدر كل جهداتهم، لانه ما فينا ننكر دور المراه الفعال بالمجتمع، ونحن معكم لو شو ما صار. I support female cause. I support female cause because I think we are all equal in rights and we should be treated in dignity. أنا ماجد بوهادير بدعم قضية female. I support female cause. أنا بدعم قضية female. أنا ساندي مبارك وأنا بدعم جمعية female، وبعتبر أنه قضية تسليع المرأة وتنميل صورتها بالإعلام وبالإعلانات هو من أحد أولويات أمور النساء. We support female cause.